بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحباء أينما تكونوا وحياكم الله وتحية طيبة لكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. وها نحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم وعبر شاشة قناة الأيام الفضائية والبرنامج المباشر الفقه حياة الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص هذا الشهر الكريم وغيره. وطبعا كالمعتاد نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة العلامة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا ومرحبا. عليكم السلام، حياكم الله وبارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم سلمكم الله. نعم حياكم الله سماحة السيد وأهلا ومرحبا. سيدنا العزيز كما عودنا للسادة المشاهدين ربما في الدقائق الأولى من يعني كل حلقة من هذا البرنامج المباشر الفقه وحياة نتحدث عن موضوع معينة. اليوم سماحة السيد نتحدث عن يعني الرفق في المرأة في شهر رمضان المبارك. يعني واقعا اليوم الكثير من النساء عموما والزوجات خصوصا يشكون يعني كثرة طلبات أزواجهم في هذا الشهر، تقول أنا مثلا صائمة ومتعبة لكن الزوج لم يقدر هذا التعب ويقوم بيعني يطلب أشياء كثيرة وربما أنا لم أستطع تلبية كل هذه الطلبات. بداية سماحة السيد كيف تعلقون، ماذا على الزوج يعني أن يكون في هذا الشهر وماذا على المرأة أن تقدمه لزوجها أولا ولبيتها ثانيا، حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال بعيد عن هذا السؤال أنه ماذا على المرأة أن تقدم لزوجها عندما يطلب منها زوجها أمورا، أو ماذا ينبغي للرجل أن يتصرف مع زوجته سواء كان في رمضان أو غير رمضان. بعيد عن هذا الأمر بشكل عام أقول هناك مبدأ مهم جدا في الحياة، هذا المبدأ لو حاولنا أن نلتزم به و نطبقه في حياتنا أعتقد جازما بأنه لا مشكلة في الحياة أبدا، لا مشكلة سياسية، لا مشكلة اقتصادية، لا مشكلة اجتماعية، لا مشكلة أي مشكلة أبدا، لا توجد مشاكل أبدا. مبدأ معين لو تمسكنا به لا مشكلة أبدا. ومن على أي حال ومن يتخلف عن هذه القاعدة تبرز المشاكل. ما هي القاعدة أو ما هو المبدأ؟ المبدأ يذكره أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول يا بني، خطابا لولده الحسن صلى الله عليه ونحن نعيش أيام ميلاده صلى الله عليه، يقول يا بني حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. شيء اللي تحبه لنفسك حبه للآخرين، والشيء اللي ما تريده لنفسك لا تريده للآخرين. جميل. هذا المبدأ، هذه السياسيون، التجار، العلماء، الشباب، الكسبة، المحامون، كل لو يقومون بهذا المبدأ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه ما تصير مشكلة أبدا. أنت كتاجر شو تحب؟ الخباز يعطيك خبزة زينة سجل ولا؟ فإذا ما دام تحب الخباز يعطيك خبزة زينة، إذا أنت لما تبيع بيع شنو؟ سلعة زينة. لما تحب الآخرين لا يغشوك أنت، لا تغش. حسنت. جميل. أنت لما تحب الآخرين يحترموك فشنو؟ تحترم الآخرين. تحب واحد يهينك؟ نعم. ما تقبل. نعم. فما أحب واحد يهيني فليش تهين الآخرين؟ ما أحب واحد يظلمني ليش تظلم الآخرين؟ يتكلم علي بسوء. فشوفوا
أجعل نفسي مرآة في تعاملاتي مع الآخرين كل مشكلة ما أكو، واقعا كل مشكلة ما أكو. وهذه لو توضع هذه في لوحة في صفحتي وما أدري صفحة التاريخ صفحة المجتمعات، أنه حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. جميل، هذه شكد لطيفة. أنت كمعلم، أنت كمعلم شو تحب؟ أحب الطلبة يحترموني، ما يعني واقعا خوش طلب هذا، أحب الطلبة يحترموني. أنت تحترمهم لو تهينهم؟ أحب الطلبة ينجحون، جيد خوش، أنت مقدم شيء لينجحهم؟ وهكذا مولانا، وهكذا بقية جوانب الحياة. فشوفوا هاي هالشكل قاعدة هي ترسم لنا مستقبل إنصافا زاهر. حتى السياسيين دول سياسيين، هذه اللي في المقاولة، هذه في كذا، حتى فسادهم، حتى فسادهم لو يشتغلون فسادهم حسب هالقضية هذه هم تصير مشاكل عندهم، هم تحل أغلب مشاكل. يعني مشاكلهم هم على الغنائم، هي مشاكلهم على الغنائم، ولا مو مشكلة الناس ومشاكل الأمة، لا، هذا يريد وذاك يريد، تعالكم على الغنيمة. فحب لأخيك ما تحب لنفسك، بيناتكم قسموا حتى الناس يسلمون من مشاكلكم، لا تعطلون البلد هالشكل. واقع هذا. فنجي وين؟ إلى سؤالك. أن الزوجات يقول سيدنا طلبات الزوج هالشكل ما أدري إيش، ويفرض علينا نفس الكلام. تعال يا ابن الحلال، شو تريد أنت؟ تريد واحد يريحك لو يتعبك؟ لا والله أريد واحد يريحني. ليش؟ لأن صايم أنا. كما تحب أن يريحك الآخرون في صومك، لماذا تشدد على زوجتك في صومها؟ ليش؟ نسمع البعض سمع السيد يقول هذا واجبها أنه تحضر وتقوم بالكذا، يعني ممتاز، واجبها. الواجب اللي الآن أنت واجبك الآن، واجبك تجيب فلوس، واجبك تشتغل، تقبل زوجتك تقول لك ليش ما عندنا سيارة جكسارة؟ يا ما عندي أنا قوة مشتري لي هاي ما أدري شو يسموها. تقول لا أنا أريد جكسارة. واجبك أنه أنت تنفق علينا نفقة وتكون جكسارة. شو تقول لها؟ بنت الحلال، كل واحد بطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا طاقته. فكما أنه تقول لها بطاقته، فأنت لما تقول لها سوي فلان أكلة وفلان أكلة، وراح يجون أولاد عمي وراح يجون أصدقائي، هالليلة عندنا وليمة وباكر عندنا عزيمة، هذه في النهاية تقول زين أنا ما بطاقتي، أنا ما بطاقتي. كما أنك لا تحب أن يحملوك زيادة على طاقتك، فكيف تحب أن تحمل الآخرين شنو؟ فوق طاقتهم. فوق طاقتهم. يعيلوا له نفس الحكي. مولانا كل شيء تقول من هنا للصبح، كل شيء تقول أقدر أن أرجعها إليك. ليش؟ قاعدة، هاي قاعدة حلوة. جميل. اللي هي مقياس من الإنسان نفسه. ليش أنت، ليش أنت ما تجي للبيت كله قاعد ويا أصدقائك؟ عشان أرد أرتاح أصدقائي وكذا. جيد. كما أنك تحب ترتاح، ليش ما تريحنا؟ ليش ما تريحنا؟ ليش مقعدنا بالبيت وسد الباب علينا وتروح تفتار وكذا؟ إحنا مريحنا، إحنا أخذنا مكانها بنرتاح. كما أنك تحب أن ترتاح، فحب لأخيك أن يرتاح. نعم. كما تحب أن تأكل، حب لأخيك أن يأكل. ما أحوجنا لهذا الشعور سماحة السيد. واقع. نعم. يعني قلت هذه القاعدة. القاعدة. التي أنا أسميها القاعدة الذهبية في الحياة، شنو؟ الحياة الخالية عن المنكدات والمشاكل. زوج والزوجة، الأولاد، ابني. أنا أضرب الطراق على وجهه. تقبل واحد يضربك على وجهك؟ لا. ليش الضربة؟ يقول حتى يتأدب. حتى يتأدب. الأدب منحصر بهالضربة هذه لو أكو طرق أخرى. بالتأكيد. يعني أنت جنابك
إذا سويت غلط يقول لك يا هذا الغلط سويته، يقول خب زين أنا سويت غلط فشوفوا لي في الطريقة حل. أقول أنه عدة أمور أو عدة طرق يمكن واحد يعالج غلطك، بس لما يجون إلى الطريق الأشد أنت ما تقبل، كما ما تقبل الطريق الأشد في نفسك ليش تقبل الطريق الأشد لأولادك؟ ليش؟ جميل جدا، واقع نعم. واقع نعم. فعلا. لكن سمعت السيد هنا السؤال، لماذا الإنسان لا يسير نحو هذه القاعدة أو المبدأ؟ هل هناك خلل مثلا في دينه؟ لا 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 لا، جانب أخلاقي؟ لا 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 لا، مو في دينه. المشكلة في نقطة واحدة، واحدة عن اليوم كله وحدة. هاي الوحدة هي الواقع، أساس مشاكلنا من قضايا. تقول سيدنا ليش الناس ما يشتغلون في القاعدة هاي؟ خو قاعدة حلوة اللي يمنعهم الأنانية. أنانية، أريد النفسي، أريد أنا أرتاح، أنا أكل، أنا أتبدد، أنا أضحك، أنا أسرق، أنا أظلم، أنا كذا. أما الآخر يظلموني، لا يأكلون، لا يرتاحون، لا. لذلك الإمام زين العابدين كان يتعامل ويا ذول العبيدة، يتعامل برفق. قال له يا ابن رسول الله شنو؟ قال كما أنه أحب أن يعامل برفق أعاملهم برفق. سلام الله عليه. ورب جيل، الإمام زين العابدين رب جيل من هؤلاء العبيد، حملوا راية الإسلام، هذول العبيد نفسهم. فأقول إحنا في واقع الحال حتى مع يعني شو أقول لك، يعني واقعا زوجاتنا المسكينات بعض الأحيان نفرض عليهن أمور بس ما نقبلها لأنفسنا. تعال يلا مش روح بيت أهلي. زين انت صار 6 اشهر ما ماخذني بيت اهلي، شيء انا ما عندي اهل؟ اقول اروح اشوف والدتي؟ لا احنا مشغولين احنا كذا. بس تصير بيت اهلك تاخذني ليش؟ جيد انا اجي على راسي، على راسي ازور اهلك وازور كذا، بس انا لما توصل قضيه اهلي ليش تمنعني؟ نعم. انت عندك عاطفه؟ انا ما عندي عاطفه. انت عندك اهل؟ انا ما عندي اهل. نعم احسنتم فعلا. ليش انت دائما تفكر باهلك ما تفكر باهلي؟ ليش تفكر بنفسك وما تفكر بي؟ أنا مو إنسان؟ أنا مو إنسان؟ نعم. جيران، قلت على كل صعد جيران. هذا الجار لما جايب الطيور ويطير الطيور فوق السطح، وتدري الطير يحتاج كرسي واحد يضربه بحصوة كذا حتى يطير، كاسر جامة وضارب كذا وصعد على بيت الناس يباوع بيت الناس. أقول له هذا الجار حسب تعبيرنا انه مطير شيء، هذا الجار تقبل واحد يصعد يشوف اهلك فوق السطح؟ نعم. تقبل واحد يكسر جامه بيتك؟ اكيد ما يقبل. ما تقبل ان واحد يكسر زجاجه بيتك؟ ليش تكسر زجاجه الاخرين؟ كما انك ما تحب واحد يهديك ليش تهدي الاخرين؟ نعم. كما انك ما تحب واحد يهينك ليش تهين الاخرين؟ نعم. وهذه قضيه سياله. نعم. حتى الموظفين في الدولة قلت لك يعني من للصبح تكلم. نعم أحسنتم، هذه قاعدة عامة ممكن تطبيقها. حتى الموظف لما يجي هذا المراجع ليش ما تمشي؟ نعم. يقول تدري هواي معاملات. زين إذا أنت رحت إلى دائرة أو أختك أو مرتك أو أي واحد رحت إلى دائرة وعوملت بهالطريقة تحبها؟ نعم تحبها؟ نعم أكيد. كما تحب أن تنجز معاملتك بشكل سلس وسريع. نعم. وبدون ابتزاز وبدون رشوة. نعم. أيضا حب لأخيك ذلك. نعم جميل، يا ريت تصل هذه الرسائل سمحت السيد. واقع فعلا. فأقول نحن بحاجة أيها الأحبة. نعم. الإمام أمير المؤمنين عنده كلمات ذهبية جدا، كلمات ذهبية. وأئمة أهل البيت أن نضع أنفسنا ميزان. نعم. أن أضع نفسي ميزان لأفعالي مع الآخرين. نعم. شو أتعامل مع الآخرين؟ أجعل نفسي ميزانة. نعم. اليوم شفت أحمد الصبح، أنا أجعل نفسي ميزان. أحمد شو أحب لنفسي؟ أحب أنه تقول لي هلا سيدنا. نعم. شلونك مشتاق لك. نعم. هاي أحبها، أحبها، مو أنه معبس هالشكل هلا يلا. نعم. بعض الناس. نعم. مثل ما تحب واحد بشوش في وجهك أنت صير بشوش. نعم. كما تحب واحد يمرحب بك انت مرحب حتى في تبادل الابتسامه وهكذا. نعم. وهكذا في الابتسامه في الكرم في. نعم جميل جدا، هذه هي القاعده. نعم سمعت السيد، ان شاء الله ناخذ اولى الاتصالات من الاخ ابو عباس. حياكم الله يا ابو عباس، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
الله تفضلوا. مولاي العزيز الله يسعدك. سلمك الله. الله يحفظكم ان شاء الله. عظم الله اجرين ان شاء الله. نعم ربي يحفظكم ان شاء الله. نعم ابو عباس. سؤال سمعت السيد. بل يسمعكم سمعت السيد. انا اكو الزمه جاي ياخذ من عندي مثلا حلال. نعم. ياخذ يجي يشتري ياخذ مده شهر شهرين. يحدد الموعد هو منه كيف. بلي. فياخذ بسعر عالي. مثلا الحلال يسوى نقول 500 ألف ياخذ هو مليون. نعم. ويبيع. هو بعد يبيع بكيفه بيش ما يبيع أنا ما لي شغل. بلي. فهذا شيء يحكموا عليه. وبعد سؤال ثاني. بلي تفضلوا أبو عباس. شغل الفلوس ما جاي أفتهم شغل الفلوس مثلا شلون أشتغل به؟ حتى الآن أنا ما أشتغل به. نعم بس أريد أشتغل بيها شلون أشتغل بيها ما أعرف إنها شلون حلالها وشلون حرامها ما أعرف. فلوسك شنو عراقي أجنبي فلوسك شنو؟ فلوسي؟ إي عراقي وأجنبي مرات توجف عند عراقي ومرات أجنبي. واضح. نعم هاي سؤالك الأول الأخ اللي ياخذ الحلال الحلال من عندك هو يحدد. نعم. المدة هو يحدد المدة لو أنت تحدد المدة. المدة هو يحددها مرات مرات أنا أحدد. واضح حياك بلي ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم ابو عباس حياكم الله شكرا على الاتصال والمشاركه. نعم زي من المخرجين اتصال اخر. نعم من ام احمد حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن سؤال للسيد؟ نعم حياكم الله سمحت السيد اسمعكم. سيدنا ما حكم الزوج اللي يمنع زوجته من خدمه امها وهي مريضه محتاجه لها وأبي هي أخواتي يتعاونون على الخدمة. شنو حكمه وهي خايفة بين مرضات الله سبحانه وتعالى نطيع زوجها وطيع أمها؟ شو سووا بهاي الحالة؟ وإذا زوجها يمنع نقول أنا محتاج ما أقول لك باتيني أم أمك. شنو الحكم سيدنا رحم الله والديكم؟ نعم حياكم الله إن شاء الله سمعت السيد يجاوبكم. تحياتنا لكم زميل المخرجين اتصال آخر. نعم بس ما نسمع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بخصوص اللي عندي مطلوب صوم يعني السنين اللي فاتت وهو مثلا بعمر 8 و9 و10 ما صمت أنا لحد ما صار عمر 12 سنة. فهاي السنين يعني إن شاء الله راح أخضيها فيصير الكفارة مالتها أنطيها الأمي يعني هي أمي محتاجة يعني عندها دين فأني ما أعطيه يا بيدها مثلا أعطي بدينها أفك بيدينها يصير وهي ما عندها وما تعيلني أنا متزوجة وعندي عائلة يعني عايشة وحدي وهي فعلا محتاجة فهل يجوز إلي أنه أنا أدفع بيدينها هذا اللي أنا مطلوبتهن مهما يكون المبلغ؟ نعم إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم. بني نعم بصمة أخرى نسمحها. السلام على من أحب الوطن. إذا واحد فطر متعمداً يوم واحد هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أو أنه مخير بين أن يقضيه أو أن يدفع الكفارة؟ نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم زميل المخرج. نعم عندنا بصمة أخرى نسمحها. السلام عليكم سيد. وياكم جحفر من بغداد. الدوالتي عمرها 70 أتى مفاصل أتى انزلاق بظهرها وصل وهي جوز هذا الشيء. وأنا سيد كل سنة برمضان أمنع الدورة الشهرية بمانع يعني ما أريد أفطر شوية وهاي يعني ما أريد أنطلب هذا الشيء يصير؟ نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم زميلنا المخرج. نعم ويانا بصمة أخرى نسمعها. مساء الخير سيدنا شلونك ان شاء الله بخير رمضان كريم عليكم. سيد انا قبل كنت صغيره يعني حوالي بسن التكليف تعرفون يعني زمن النظام السابق وهذه فكان حتى اهلي يعني الناس مو من الناس المطلعين ويفتهمون. فاول ما صليت ابتديت تبعت المذهب السني يعني شافت كتب بالمكتبات تنباع صغيره كتيب وعلى اساسها اخذت الصلاه. فبعد ما الصدر وشوية كبرت وافتهمت يعني شفت أنا صلاتي شيء ثاني يعني صحيح هي تقريبا نفس الأساسيات بس لكن أكو بيها اختلاف كثير. بعدها عدلت تبعت سيد الصدر حوالي أنا أكثر من 6 سنوات أو 7 أنا قلت يعني كنت أصلي عدلت الصلاة دي الصلاة مقبولة أو غير مقبولة.
وما حكمها، هل عليه إداء أم لا؟ نعم إن شاء الله سمحت سيجاوبكم. نعم زميلنا المخرج جاءنا اتصال. نعم بصمة نسمح إن شاء الله. السلام عليكم شيخ، أنا أم هاجر، بايعت لي ورقات على شخص لمدتين يعني سنة كاملة، الورقة ب7000 كل رأس الشهر يعطون الربح مالتهم، وإنه يبغون إلى طرحتهم، هل بيها أشكال هاي؟ نعم إن شاء الله سمعت السيد يجاوبكم. نعم نسمع إن شاء الله. السلام عليكم سماحة السيد، أنا عندي كسر برجلي، وهذا الكسر صار له تقريبا أسبوعين ولحد الآن ما جاي يأثر بي العلاج، وهسه أنا تقريبا صايمة، وهذا الصيام ما أدري، ردت أسأل إنه إذا يأثر على فترة تشافي الكسر أو العلاج يأثر بي إنه يصير أصوم أو ما يصير، وأنا بنفس الوقت مرضى عند طفل ترضى، وأرجو منك الدعاء سمعت السيد. نعم إن شاء الله سمعت السيد يجاوبكم. نعم زميلنا المخرج، نعم عندنا أصوات أخرى نسمعها. نعم. السلام عليكم، رمضان كريم، أنا أم محمد من النجف. سيدنا أسأل على موضع الوضوء، أنا أغسل إيدي بالبداية، ومن أتوضأ يعني أغسل إيدي ما أوصل أي الوضوء إلى أطراف الأصابع، يعني لحد كف الإيد وأتوقف، فهل صحيح سيدنا لازم أعيد هاي صلاتي كلها؟ مو صحيحة لازم أعيدها أقضيها؟ وأنا حسبت هاي السنوات كلها اللي كنت أتوضأ هيجي 30 سنة، سيدنا كلها أقضيها هاي الصلاة لمدة 30 سنة؟ شكرا. نعم تحياتنا لكم، إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم عندنا بصمة أخرى نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا، شخص أعطانا مبلغ من المال وكلفنا بشراء دجاج مذبوح، السؤال هل يجوز لنا استبدال الدجاج بلحم غنم؟ والسؤال الثاني هل يجوز لنا أخذ منه حصة لنا؟ نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. زميل المخرج يانا بصمة. نعم نعم ويانا اتصال من الأخ فراس، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فراس، حياكم الله، تفضل. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. سيدنا ابتعد عن التلفاز رجاء، حياكم الله، حتى يكون الصوت واضح. أقول مرات أنا بالموصل أطب مساجد يعني السنية داخل موصل نصلي، فالترب ماكو وعلى الزهولية ما يصير يعني تسجد، فخلي إيدي مكان التربة. نعم فهذا شنو جوابه؟ صحيح. نعم إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم، عندكم سؤال يعني نعم حياكم الله أخ فراس، إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم، شكرا على الاتصال والمشاركة. نعم عدنا بصمة نسمح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في سبح الجنابة وسبح الطهارة سبح الواجب، المهم أعرف بالترتيب رأس الرقبة كذا اليمين ثم اليسار، لكن عيلتي هو كيف أغسل أذني؟ أغسل الظهر يعني فقط الخارج أم هم الداخل؟ هذا أرجو التفاصيل في الإجابة. أدخل الماء في الداخل، كل ما يدخل الماء بذاني تصيبنا حساسية أو فلونزا وكذا، يدخل الماء ببطنها ويبقى ببطنها، يا ريت توضحوا لي. نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. ويانا اتصال من فدك، حياكم الله، تفضلوا. ألو السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا في بداية صيامي. نعم بداية الصيام وما يعني ما أعرف إيش الصيام، يعني مو يعني ما حد علماني الصيام رب العالمين، وشين ثلاثة صنفي قدام يعني قدام الناس هاي. نعم إيه يعني إيش وقت بدون ما يدرون الناس يعني مطلوب الصيام؟ إيه بس أنا قضيت شهرين
الله يجعل مستر دعم صلاة كنت يعني ولا؟ كم سنة ما صمت يا بابا؟ لا يعني في سنتين وبقين وبعرفت في شغل الوعي لا. بس من الوعي نقوم نصامه سنتين ما صمتوا سنتين ما صمتوا يا فده؟ يعني بس مو كل رمضان شي مرات من يعني بعد طفلة ما أعرف نعم نعم إن شاء الله سمعت السيد أتعب وشي؟ نعم جزء سنتين نعم إن شاء الله سمعت السيد يجاوبكم إن شاء الله على سؤالكم شكرا لك نعم حياكم الله زميل المخرج نعم عندنا بصمة نسمح إن شاء الله السلام عليكم رمضان كريم عليك سيدنا الغالي الله يحفظك ويبارك فيك أنا طالبة سادس محتاجة دعائك لي ومحتاجة دعائك لوالدتي أتها عملية نعم إن شاء الله سمعت السيد نعم يجاوبكم نعم زميل المخرج لدينا بصمة أخرى نعم السلام عليكم شيخنا الكريم أحد أقاربنا كان يعني ساكن في الحواسم وبعد ذلك بنى بيت وشال بيت بس هذا البيت اللي بالحواسم أجرة هاي يعني الأجرة مالته أو نقول فلوس الإيجار هل هي حلال أم حرام أم ماذا يعني شو حكمها نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم سمحت السيد يعني حتى نستثمر الوقت ونجاوب على الأخوة اللي تصلوبينا وكذلك اللي بعثونا مجموعة بصمات بداية مع الأخ أبو عباس سمحت السيد يقول أكو شخص يأخذ من عندنا يعني حلال يعني أو ما شبه غنم أو ما شبه ذلك يعني مدة ربما يعني شهر أو شهرين ويأخذ أنه بسعر غالي يعني ربما خمس يعني أو يزود يعني شوفوا السؤال واضح الإنسان قد يبيع الحلال نقد الآن واقف بالوقفة نعم. يقول له بيش هذا الرأس يقول له 300 يأخذ 300 وذاك يأخذ الرأس الغنم يروح هاي يسمو بيع نقدي بلي. بيع شنو نقدي, نقدي. نعم. أكو بيع مؤجل بيع بالدين يعني يأخذ الرأس الغنم يقول له بعد شهرين أنطيك نعم. طبيعة الحال ما راح يطيها بسعر اليوم يعني راح تيجي أغلى ليش؟ لأن بيع المؤجل أغلى بلي. باعتبار أن الزمن والأجل الزمن إلى ثمن بلي. يعني أنا الآن مرة خلي فلوس بجيبي الآن راح أستفيد من عده أما بعد شهرين تعطيني إياها يحتاج إلى شنو؟ أن أخذ أكثر باعتبار الوقت إلى ثمنه. فالأخ الكريم يبيع الحلال بمدة أغلى ما في مشكلة لا إشكال في ذلك ولكن وين المشكلة الأخ قال هو يحدد المدة كيف لازم بالتوافق بينك وبينه بين الطرفين بلي تقول له يا أبا أنت جاء تأخذ هاي 10 رؤوس غنم 10 رؤوس غنم مثلا ب3 ملايين أنا أبيعها لك مثلا ب5 ملايين بعد مثلا شهرين بالضبط عدم تحديد المدة هذا ما يصير فتحديد المدة من عندك وعنده يعني توافق أن تتفق على المدة لا إشكال في ذلك أسمع السيد كذلك السؤال الثاني يسأل عن تشغيل الأموال ربما يعني في العراق أو الدولار ما في مشكلة أنت عندك دولار تقول أنا عندي دولار إذا بيعه تقدر تبيع الدولار الآن بسعر اليوم وتقدر تبيع الدولار شنو بأجل تقول يا أبا أنا هذه 10,000 دولار الآن سعرها 14,700 أبيع لك إياه ب16 بعد شهر كيفك هو بعد شهر يرجع لك 16 يعني أنت ربحت شقيد ربحت 1,300,000 هذا ممكن بالأجل لا إشكال في ذلك نعم أحسنتم سمحت السيد كذلك أخوتهم أحمد يقول ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من خدمة أمها نفس الكلام اللي في بداية الحلقة مالتنا الأخ يمنع زوجته أن تخدم أمها فأقول له لو أمك مريضة أيضا تقبل أن زوج أختك يمنع أختك تروح تشوف أمك من عيادة أمي تقول لا إيش دعوة وهي أمي مريضة ليش ما تخلي أختي تروح ويصير عندك ويا مشاكل فأقول كما أنك أنت ما تحب نسيبك يمنع أختك ليش تمنع أنت زوجتك أن تخدم أمك هذا واحد اثنين طبيعة الحال يقول أنا لا هاي مرتي أنا أحتاجها بالليل لا تبقى يم أمها أحتاج ثبات يمي ما يخالف هذا يمكن شنو
يمكن زوجتك تتفق ويا خواته يا با هذا أبو فلان بالليل ما يخليني أنا أبات هنا، يصير خدمتي بالنهار وخدمتكم بالليل. يعني أختها الثانية تقول يا با أنا النهار أخدم والدتي وأنتوا بالليل تخدموها، لا أشكال في ذلك. يمكن تتفق يعني، بس الكلام الأول مع من؟ مع الزوج، أنه أنصف وكن منصفا وتعامل مع زوجتك كما تحب أن يتعامل معك. نعم أحسنتم سماحة السيد. كذلك الأخ فراس يقول سماحة السيد أني يعني ربما يكون عند دوام في الموصل ويدخل مساجد أبناء العامة ولم يجد ما يسجد عليه، ربما تربة أسجد على ما نحتاج إلى تربة، أنت جاء طب المسجد شوف لك حصوة بالشارع، حصوة صغيرة، شوف لك حجارة، حجارة يعني مرمر كذا، اغسلها وشنو يعني طهرها، لا تكون نجسة، واسجد عليها. أي شيء حجار، حصى، خشبة، ورقة شجرة، صفصاف ما صفصاف، شيل لك ورقة وديها داخل المسجد واسجد عليها. مو إلا تربة، مو إلا تربة. الإنسان يستطيع أن يسجد على كل شيء من غير الملبوس والمأكول، شيء اللي لا ينوكل لا ينلبس، اسجد على كل شيء. تقول ما حصلت سيدنا، أنا أسجد على إيدي، لا، لابد أن تبحث عن أشياء ما تسجد على إيدك، وإنما تسجد على ورقة، تسجد على خشبة. وأنت عذر سماحة السيد لم يجد هذه الأشياء أبداً، ماكو أي شيء. ذاك الوقت السجود على ظهر الكف بعد أن يعجز عن كل شيء. نعم أحسنتم سماحة السيد. كذلك الأخت فدك إذا عنده سبحة، سبحة إذا عنده سبحة من الحجر الكريم أو سبحة من الطين يخليها ويسجد عليها ما في مشكلة. الأخت فدك سماحة السيد تسأل تقول أنا في مقتبل العمر وربما يعني فاتتني يعني أيام صيام ربما سنتين أو أقل. تحدد الأيام، تحددها وتبينها أنه يا بقى أنا سنتين ثلاثة إيش قد فاتني، وتبدأ شنو؟ تبدأ تقضي هذه الأيام التي فاتها الصوم فيها. وليس بالضرورة أن تصوم بشكل متوالي يعني يوم بعد يوم، لا، ولو بالأسبوع يومين يومين تكمله خلال مدة طويلة شيئا فشيئا وتدريجيا، لا إشكال في ذلك. نعم سمحت السيد. كذلك أيضا الأخ صاحبة الوصمة تقول يعني أنا مطلوبة صيام لسنوات معينة ربما يعني بعمر 8 أو 9 سنوات ما صمت الحاد، عمر 12 سنة، يصير أنطي كفارة مثلا أنطيها لأمي اللي هي مثلا أو السدين أمي مثلا؟ لا 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 لا، الكفارة تعطى للمساكين وما تعطيها لأمك. تقول أمي محتاجة، أمك محتاجة، أنت ساعديها من فلوسك الخاصة، أما الكفارات والحقوق الشرعية ما يصير تعطيها لوالدتك. نعم كذلك سمعت السيد صاحب الوصمة يقول إذا واحد فطر أنه يوم واحد في شهر رمضان ماذا يترتب عليه؟ اللي فطر في يوم واحد من شهر رمضان عليه 3 أشياء، أولا أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، واثنين أن يقضي ذلك اليوم، يقضي، ثلاثة أن يعطي كفارة إطعام 60 مسكين. نعم سمعت السيدة أيضا صاحبة الوصمة أم جعفر من بغداد تقول عندي والدتي عمرها 70 وتصلي من جلوس، يعني ما حكم إذا كانت يتعذر عليها القيام والقعود، يتعذر عليها السجود بالطريقة المتعارفة لأن عندها مشاكل في المفاصل في الظهر، فلا إشكال في ذلك أن تجلس وتصلي على السجادة أو على المخدة أو على الطاولة، لا أشكال. نعم وسؤالها الثاني سمعت السيد تسأل تقول أني يعني أحاول أن أمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان المبارك، ماذا يترتب على ذلك؟ لا أشكال في ذلك. يعني بعض الأخوات يقولون نحن نريد نصوم ما نريد مثلا نفطر، فيشرب البعض الحبوب تأخر الدورة، هذا لا إشكال في ذلك وصومها صحيح إن شاء الله تعالى. نعم سمعت السيد كذلك الأخ صاحبة الوصمة تقول قبل يعني فترة سن التكليف ما صليت، ربما يعني تحاول يعني أن تكون يعني أو تستمع إلى المذهب السني أو ما شابه ذلك. هذه الأخوات سمعت مشكلتها تقول أنا في أيام يعني خلي يسمعون بلي. الآن خلي يسمعون هذا السؤال، خلي يسمعون اللي يتصورون أنه الحرية وما حرية. شوفوا في زمن الطاغية الشيعي ما يعرف أحكام الشرعية، الشيعي أحكام الشرعية ما يعرف، لأن ممنوع رجل دين يبين مسائل الأحكام الشرعية وتطبع كتب للأحكام الشرعية عن الصلاة والصيام وغسل ووضوء، ممنوع
ليش؟ لأن أيام الطاغية، فهذه المسكينة ما عندها أحد يعلمها، شايفة كتاب، كتاب الفقه السني ووضوءها وصلاتها كلها على الفقه السني، وهي شيعية البنية. وهذا يعني شنو؟ شوفوا شقد إحنا واقعا مظلومين، لسنين طويلة مظلومين، والآن مفسوح المجال لكل المذاهب أن يتعلموا، أن يقرأوا، أن كذا. وهذا أيضا واحدة من ظلاماتنا إحنا. على أي حال، هاي الأخوة تقول أنا فترة طويلة على مذهب السني، أصلي وأتوضأ وكذا. أختي الكريمة، لابد إعادة تلك الصلوات. ليش؟ لأن الوضوء باطل، الوضوء باطل، وأنت ما كنت تعرفين الوضوء الصحيح، فلابد من إعادة تلك الصلوات اللي صليتيها بوضوء صحيح. نعم. كذلك صاحبة البصمة أم هاجر سمعت السيد تسأل، تقول بعت ورقات على شخص ربما ينطيني كل شهر يعني 7000، ما هو حكم ذلك؟ شوفي حجية، أنت بايعت الدولار بمدة، مثلا بايعة أنت 10 أوراق اللي سعرها الآن 1,470,000، أنت بايعتها بمليونين، مو شكل، مليونين بايعتها، هذا الألف دولار بايعتها بمليونين، هو ينطيك بالشهر مثلا في مقدار، مقدار من المليونين إلى آخر المدة يعطيك الكامل. هذا لا إشكال فيه إذا كان هذا المبلغ اللي يعطيك إياه في آخر الشهر إذا كان من نفس المبلغ، مو أرباح زائدة، من نفس السعر اللي أنت اتفقت عليه. أنا اتفقت 10 أوراق بمليونين، من نفس المليونين يعطيك، مو أشياء إضافية. واضح إن شاء الله؟ جيد. نعم. كذلك صاحبة البصمة سمعة السيد تقول لدي كسر في يعني رجلي، صار لما يقارب أسبوعين ولحد هذه اللحظة، وأنا صايم، إذا يأثر يعني على التشافي هل الله يحفظها البنت، البنت النجيبة المؤدبة اللي عندها طفلة وترضعها ورجلها مكسورة وجاي الصوم، تقول أنا أشوف رجلي ما جات، يعني ما جاي تلحم حسب تعبيرها، ما جات تتعالج، فيمكن يكون صومي هو المانع. شوفي بابا، يمكن يكون أنت الصوم على حال يأخر العلاج، فإذا كان الصوم يأخر العلاج لا تصومين بابا، إذا كان الصوم يأخر العلاج لا تصومين، وأنت مرضع يعني أنت تحتاجين لكالسيوم، هذه رجليك العظام يحتاج كالسيوم والحليب كله كالسيوم، فلا الطفل جاي يتهنى ولا رجلك جاي على حال تتلأم، العظام تتلأم، فأنت على حال يجوزك أن تترك الصوم رعاية لوضعك ورعاية لطفلك. نعم. الله يبارك فيك. نعم. كذلك الأخت صاحبة الوصمة سعد سيد محمد من النجف تسأل، تقول أنا قبل يعني فترة طويلة كنت يعني أتوضأ لكن المي ما يوصل إلى الأصابع، ما هو حكم هذه الصلاة؟ يعني هل أعيد صلاتي وعلى هذه الحالة ربما 30 سنة؟ الوضوء باطل، الوضوء باطل، يعني لابد الإنسان أن يغسل إيده إلى رؤوس الأصابع، من المرفق إلى رؤوس الأصابع، أما يغسل إيده إلى المعصم هذا ما يصير. ليش؟ لأنه اغسلوا الأيدي تغسل إلى رؤوس الأصابع، أنت غاسلته في بداية الوضوء، ذاك الغسل كان مستحب مو غسل واجب، الغسل الواجب هو غسل اليد إلى رؤوس الأصابع، فأنت ما غسلتي بشكل صحيح فعليك القضاء. تقول أوه 30 سنة شلون؟ شوي شوي أقضيها، إذا قدرت تكمليها جيد، ما كملتيها تكتبين بالوصية أن يكملوا عنك بعد ذلك. نعم. أحسنتم سعادة السيد. كذلك بصمة من الأخ تقول أكو شخص أعطانا مبلغ مالي إلى أن توضح، تقول هل يجوز أنه استبدال الدجاج بلحم الغنم؟ أعطاكم مبلغ مالي شنو؟ ما أعرف يعني أعطاك، قال يا بروحوا اشتروا مثلا لحم للفقراء، احنا نريد نشتري شنو؟ دجاج. يصير صاحب المال لازم يحدد، يمكن صاحب المال ناذر، نذر ايش مدرينا احنا، إذا كان ناذر لحم ما يصير دجاج، أما إذا لا تدرون هذه صدقة أو تبرعات وبكيفنا إحنا، لا إشكال في ذلك، تغييره أو تبديله بلحوم أخرى أو بجنس آخر ما في إشكال، ولكن لازم نعرف نية الدافع، نية البادل. نعم. سمعت السيد كذلك الأخ صاحب الوصمة يسأل يعني عن غسل الجنابة وبعض يعني الأغسال، يقول في بعض الأحيان يدخل يعني لا
هذا الأخ ما عنده، مو مسألة يدخل، مسألة أنه يقول أنا أغسل إذاني، شلون أغسل إذاني بالغسول، شلون أغسل إذاني بالخطية، يجي يدخل ماء لإذانه ويسبب التهابات. حبيبي والله مو واجب عليك، ما يجب علينا أن نغسل داخل الأذان، الذي يجب هو أن تغسل هذا، شوف هذا صيوان الأذان، هاي تغسل هاي بس، يمر الماء على الأذان، أما تدخل ماء شنو هذه بالأنف، ما تدخل ماء، هذا أنفك تغسله، فمك تغسله، خو مو داخل الفم، لا داخل الفم، لا داخل الأذن، لا داخل الأنف، إنما تغسل ظاهر، ظاهر الأذن، ما يحتاج إيش تسوي ها، ما يحتاج، هل ماء دخل، هذا ماء اللي مر عليه كافي، واضح حبيبي؟ لا تأذي نفسك، شنو هاي الأذية؟ نعم، أسمعت السيد كذلك الأخ صاحبة الوصمة تقول أنا طالبة سادس ومحتاجة لدعاء سماحة السيد وكذلك أمها أيضا. اللهم ارحم محمد وآل محمد، يوفق جميع الأخوات والإخوة الذين هم في مرحلة السادس الإعدادي أن ينجحوا وأن يتوفقوا، بشرط أن لا ماذا، أن لا يتركوا صيامهم، الصيام واجب، أنا ما يعني مو لا يجوز الإنسان يترك صومه حتى يدرس، ما يصير، الصوم واجب والدراسة أيضا بالنسبة لكم وظيفة، فلا بد الإنسان أن ماذا، أن يوفق بين وقت الصوم ووقت الدراسة، ولا يكون الامتحان والدراسة ضحية الصوم، ما يصير، ما نضحي إحنا بالواجب الشرعي، فإن شاء الله تعالى توفقون وبأعلى الدرجات ويعافي مرضاكم بحق محمد وآل محمد. نعم أحسنتم سمعت السيد. كذلك الأخ صاحبة الوصمة تقول أحد أقاربنا لديه بيت في العشوائيات والحواس سمعت السيد، وهذا البيت أنه يأجر، ما هو حكم هذه الأجرة اللي ناخذها؟ إذا كانت الحكومة ساكتة عن المتجاوزين، يعني ما يقولوا طلعوا، إذا الحكومة ساكتة فما في إشكال، هو باني بالتجاوز، باني طابوق وشباك وكذا، فيأخذ أجرة الاستفادة من هذا البناء، مالت البناء، مالت المنشآت إله، فيأخذ أجرة لهذه المنشآت، ما في مشكلة، بشرط الحكومة شنو ما تكون مانعة، إذا الحكومة قالت قوموا وإحنا ما نقوم، قالت شيلوا وإحنا ما نشيل، هنا في إشكال شرعي. نعم سمعت السيد، أيضا لدينا بعض الأسئلة ربما الوقت داهم، لكن نأخذ كم سؤال. البعض يسأل عن يعني حكم مداعبة الزوج لزوجته في هذا الشهر، هل يضر في الصوم أو ماذا؟ نفس المداعبة لا إشكال فيها، نفس المداعبة لا إشكال فيها، ولكن بشرط أن لا يجنب، لا تصير عنده جنابة، وهذا ما في مشكلة، وإذا كان الإنسان لا يطمئن لنفسه يقول أنا يمكن أداعب ويصير عندي جنابة، هنا ما يجوز ده. نعم كذلك بعض الأخوة سمعت السيد يسأل عن التراب الغليظ، هل يضر بالصوم؟ نعم التراب الغليظ يضر، والدخان الغليظ يضر، لذلك السيجارة عند مشهور الفقهاء هذه تضر بالصوم، فلا بد الإنسان أن يلبس كمام أو يلبس لثام إذا كان هناك غبار أو كان هناك عجاج. نعم سمعت السيد بهذا الوقت يعني جاوبنا إن شاء الله على كل الأحبة اللي يسألون وتصلون وكذلك أصحاب البصمة، شكرا لكم سمعت السيد، ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام هذا الشهر الكريم، شكرا لكم وربي يحفظكم، وكذلك شكرا موصول لكم مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله في أمان الله ورعايته.